سرحانة في ايه؟ لا ابدا، ساعات كده بحب افكر مع نفسي. ساعات؟ ده انا حاسس طول الوقت ان انت خايفة وقلقانة. خايفة بس قلقانة لا. الخوف ده اصله بيبقى على حاجة مهمة، او احساس الواحد انه هيخسر كل حاجة، وانا كده كده خسران. مش فاهم. وانا صغيرة كنت بخاف من الضلمة، كنت بفتكرها حاجة وحشة. دلوقتي أنا بحبها قوي، بحس إنها الحتة الوحيدة اللي بستخبى فيها من عيون الناس. أصل أكتر حاجة بكرهها عيون الناس وكلامها. ده كلام كبير قوي يا نجوى. ده كلام حقيقي. أقولك على حاجة تانية؟ قولي. أنت مثلا هتفضل معايا قد إيه؟ شهر؟ اتنين؟ تلاتة؟ في الآخر هتمشي وتسيبني، وأول ما تفكر تمشي هتاخد معاك كل حاجة، البيت اللي أنا عايشة فيه، ده حتى الهدوم اللي أنا لابساها. لا يا نجوى، بس أنا مش وحش قوي كده. وأنا مش كويسة أصلاً عشان تبقى أنت كويس. تصدق أنت ضايقتيني من نفسي. والله أنا آسفة، ما كانش قصدي، أنا عارفة إني ما ينفعش أقول الكلام ده. لا بالعكس، أنا مبسوط إن أنت بتتكلمي معايا. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نخرج. يلا حبيبتي، تحبي نروح فين؟ اي مكان، اي حته اتنفس فيها واشم هوا، احس اني بعيد عن الناس، احس اني حر. ايه
اتفضل. يا ليلى تعالي. انا قلت اصبح عليك. صباح الخير يا ستي. زي إيه؟ كده وازاي ساجد؟ انا تمام. ساجد بقى من الواضح ان انت مش عايز تشوف. ايه ده؟ ايه اي كلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا انا مش بقول اي كلام. ولا مره كلمتني سالت عليه ولا حتى قلت لي اجيبه هنا معايا. يا ستي انا قلت لك 100 مره خليه يعيش معانا في الفيلا وهيبقى مع اخواته. لا يا خالد انا لازم احس ان انت بتحبه بجد من قلبك. خالد ممكن اتكلم معاك بشكل غير رسمي شويه؟ اكيد طبعا. انا عارفه ان في حاجز نفسي بيني وبينك وانه مهما كان مش هتقدر تنسى اللي حصل، بس انا ما صدقت الاقي انسان طيب وحنين بيضحي باي حاجه عشان اللي حواليه، بيخاف عليا وممكن في يوم من الايام يحبني انا وابني. انا بجد متشكره على كل حاجه انت عملتها عشان يا خالد. انا اي حاجه من ناحيه يوسف الله يرحمه بحبها. عارف يا خالد انت غير يوسف خالص في كل حاجه. يوسف دايما عصبي بيتنرفز متوتر، كان دايما بيزعقلي، كان بيعمل طاقة سلبية فظيعة من اللي قدامه، بس انت لأ، انت بتدي طاقة وأمل للي قدامك حتى لو انت عندك هموم الدنيا. ممكن اطلب منك طلب يا خالد؟ أكيد. اوعى تتخلى عني انا وابني مهما حصل، احنا ملناش في الدنيا دي غيرك. متخافيش. عن اذنك. صباح الفل. صباح العسل. تعالي تعالي. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. انت عامل ايه مع نور؟ اشمعنى نور يعني؟ زي ما تكون بتطمن على حاجه. عايز اطمن لحسن تكوني غيرت رايك ولا حاجه. لا نور خلاص بقى هنا والله. طب الحمد لله. ابقى اسال على ولاء عشان عيانه. ايه عيانه؟ عيانه مالها؟ انت اتخطفت كده ليه؟ مش قصدي والله ان انا اخضك يعني، بس هي عندها برد مش اكتر زي اي حد في الدنيا. لا ما اتخضتش ولا حاجه، بس يعني اصلا بصراحه بنت كويسه جدا هايله يعني. ايوه وجميله وحلوه ودمها خفيف كمان. اتفضل يا باشا. اتفضل. لا دي مؤامره عليا بقى. ولا مؤامره ولا حاجه، ده قدامك اوضح اتنين هتلاقيهم في مصر. بالظبط كده. والله يا فيلسوفه انتوا بقى بترسموا على ايه؟ واحنا بنرسم على حاجة. بقول لك على حاجة، عارف ايه أسوأ حاجة ممكن تلاقيها في البني آدم؟ أنا عارفة ايه أسوأ حاجة ممكن تلاقيها في البني آدم. قولي قولي. اللي بيبقى دايما نفسه في حاجة كده ويقعد يقول لك أنا لا خالص، ده أنا ما ينفعش، أنا عمري ما فكرت فيها والكلام بقى ده. أنا عارفاه. ايه خفة الدم؟ أنتوا بتتكلموا على ايه بالظبط؟ بنتكلم على حاجة شايفينها وعايشينها يعني. عموما تبقى تسلمني عليها لما تكلمها. ايه البنت دي؟ سيبك من البيت دي وخلينا في المهم. عملت ايه في العقود بتاعت المعداوي؟ تمام كله تمام، عملتها زي ما انت عايز بالظبط، بس في بند كده انا غيرته. ايه بند ايه؟ يعني انا شايف ان الاندماج ده يبقى في المشروع نفسه، لكن ان الشركتين يندمجوا مع بعض لا ما اعتقدش، لان ده ممكن يعمل لنا مشاكل قدام. انا شايف كده فعلا، كنت اكلمك في الحكايه دي. ها يا حبيبتي. ايه ده معقول؟ طيب طيب ما تيجي، ده انا قاعد في مكتب عماد اهو. طيب طيب خلاص ادخلي مكتبي وانا هجيلك. يلا سلام يا حبيبتي. مؤاخذة.
مدام اصلها موجوده عندي في المكتب وعايزه تقعد معايا. والله لا 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 براحتك براحتك طبعا. اتفضل يعني لو عايز يعني كمان نولع لك اللمبه الحمراء احنا ما عندناش مانع. اللمبه حمراء دي ايه؟ دي المدام. يلا. لو سمحت عايزه اكلم حضرتك في موضوع مهم. خير؟ خير يا شيماء. مختار انا عايزه اقول لك على حاجه بس انا مش عارفه يعني انت هتتقبلها ازاي. في ايه يا شيماء؟ شكلك قلقان في ايه؟ قبل ما اقول لك على الحاجه ديت انا عايزك يعني عايزك تصدقني في اللي قاله لك. مصدقك بس خير فيها يا شيماء؟ مختار انت عارف ان انا كنت صريحه معاك وما خبيتش عليك اي حاجه ومش عايزه فلوس ولا شقه ولا اي حاجه هتيجي في دماغك دلوقتي. فيها شيماء انت؟ طيب انا حامل. حامل؟ مختار انا ما خططتش لحاجه خالص والله ولا كان في دماغي اني ممكن اخلف منك ولا اي حاجه ممكن تيجي في دماغك دلوقتي. مختار انا مش هنزل اللي في بطني ومش عايزه منك فلوس. انا هروح اقعد في اوضتي اللي فوق السطوح وهربي ابنك. مختار استاذ مختار كنت عايزه استاذ مختار هو في ايه؟ في ايه؟ رفضت الحقيني. في ايه خير؟ مختار قلت له ان انا حامل سابني ومشي. انت حامل؟ ايوه حتى قلت له انا مش عايزه منك اي حاجه. شكلك ضايقتيه في الكلام خالص. بقولك قلت له مش عايزه منك حاجه. طب تعالي تعالي شكلك عكيتي تعالي بس افهم في ايه. تعالي. قرار قبول الاستقاله ده امر يخص الاستاذ مختار صاحب الشركه. انا عن نفسي هسيب المكتب هنا وهرجع المكتب بتاعي. انا محامي ولولا الظروف اللي حصلت دي ما كنتش اسيب مكتبي ابدا. هو من الواضح كده ان انا وجودي او عدمه مش فارق معاكم. لا هو واضح ان انت يعني عايزه تعرفي غلاوتك في الشركه مش اكتر. لا هو الحقيقه بس انا مش متعوده ان انا اشتغل في مكان مش عايزني او شايفني اقل من المكان اللي وضعوني فيها. غريبه مع اني يعني انت كنت شغاله في شركه وانت كنت المديره على ليا ومع ذلك الشركة حطت ليلى في مكانة أعلى منك وأنت ما اعترضتيش ولا طلبتي إنك تسيب الشركة. آه فعلاً هو ده حصل. طب إيه اللي حصل؟ عايزة تسيبي هنا ليه؟ حد زعلك؟ لا مش فكرة بس أنا أنت آه فهمت فهمت عشان نور يعني وميرفت؟ لا 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 لا, لا. لا اطلاقا. انا نور ده شلته من دماغي من زمان يعني انا وهو ما ننفعش لبعض خالص. كويس. بالمناسبه انا كنت عايز اسالك عن حاجه كده. اتفضل. يعني انت عارفه يعني اي حاجه يعني سيئه عن نور في شخصيته او حاجه احنا ما نعرفهاش؟ لا الحقيقه هو الولد كويس جدا بس انا وهو يعني ما ينفعش نعيش مع بعض. مع انه يعني هو حد مجتهد جدا ممتاز بصراحه. حتى الاستاذ مختار لما راح زاره في الكافيه بتاعه لقاه شغال كويس قوي. عماد ايه في؟ استاذ مختار نزل من هنا متضايق قوي حالته صعبه جدا. ليه في حاجه حصلت؟ كان متعصب قوي اصل شيماء جت له هنا وقالت له انها حامل. أستاذ مختار أنت فين؟ طب خليك مكانك أنا جاي لك حالا. يلا سلام. بتعمل إيه؟ أروح له طبعا. أستاذ عماد كلمت مختار؟ كلمته. أه طب هو فين؟ أنا عايزك تطمني ما تقلقيش هو كويس. أول ما أوصله إن شاء الله هكلمك عشان تطمني. طب احنا هنيجي معاك احسن. لا 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 خليك انت. سلام استاذ عماد. ها قول له ان انا محتاجاه له. حاضر يلا سلام.
تعالي نقعد شويه، تعالي تعالي اجيب لك حاجه تشربي. انا رايي انك تاخدي اجازه. لا طبعا يا دكتور، انا لو قعدت في البيت هموت من الملل والتفكير. طول ما انت بتخبي عليا مش هقدر اوصف لك العلاج المناسب، لاني مش قادر اعرف ايه اللي تعبك في الحقيقه. يا دكتور صدقني انا نفسي مش عارفه ايه اللي تعبني. لا 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 مش صحيح، انا متاكد انك انت عارفه كويس قوي ايه اللي تعبك. يا ليلى، اول خطوه للطريق الصحيح للعلاج هو انك تعترفي بالشيء اللي مسبب لك الالم. يا دكتور صدقني. لا يمكن اصدقك، انت مش مريضه، انت بتعاني من حاجه بتهربي منها، حاجه بتحاولي تثبتي لنفسك انك انت مش السبب فيها، يمكن القضيه بتاعتك. لا طبعا لا خالص، مالها هي دي اصلا. ابنك فين؟ ابني عند عمتي. عمتك؟ ما قلتليش يعني قبل كده انك انت ليكي عمه. هي يعني الحقيقه مش عمتي، عمتي هي مرات عمي، وانا احيانا بقول لها يا عمتي. اه وانت مبسوطه ان ابنك معاها؟ اه طبعا، مش اهلي وبثق فيهم جدا كمان. وبعدين انا لو جرالي حاجه ملوش حته تانية يروحها غير عنده. انا ما سالتكيش على الوضع المفروض عليكي، انا بقول لك انت مبسوطه ان معاهم؟ يا دكتور ايوه مبسوطه طبعا، بقول لك اهلي وبثق فيهم جدا كمان. دكتور عن اذنك انا عندي ميعاد مهم ولازم امشي. تفتكري هيكون في امان اكتر معاكي ولا مع اهلك؟ جرايه يا دكتور، بقولك انا تعبانه مش عارفه انام، اديني منوم او مهدئ. تقول لي ابني مالي ابني بكل ده؟ وانا شايف ان حالتك مش محتاجه لا منوم ولا مهدئ. عن اذنك يا دكتور. هيعرفني اكتر من نفسي ده؟ أقوله مش عارفة أنام يقول لي ساجد خايفة عليه ولا لأ؟ ابني مش خاف عليه ازاي بس؟ ده أنا بخاف عليه من هوا الطاير كمان، أنا قلبي بيتقطع ومش معايا. والله هو اللي مجنون، أنا أصلا غلطانة إن أنا رحت له وسمعت كلام منيرة. هو بيعالجها بقاله سنة، يعني إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. أنا لازم أروح لواحد تاني بيفهم. هعمل إيه لو اتسجنت؟ ابني هيعيش إزاي؟ وأنا ليه عملت كده بس؟ أنا اللي هدمته، أنا اللي حرمته منه، أنا اللي ضيعته وخليته هو لسه في اللفة ملوش مستقبل. أنا السبب، أنا السبب. لو عايزني اجي لك وقت تاني انا ما عنديش مانع، لو انت يعني حابب تقعد مع نفسك. لا بالعكس، انا خلاص بقيت كويس. شباب بعت لك معايا رساله. ايه؟ خير؟ بتقول لك انها محتاجه لك. ده كنت متخيل عماد ان انا ممكن اسيبها. امال زعلت ليه لما قالت لك انها حامل؟ زعلت؟ بالعكس، ما هي ساعد مخلوق على وجه الارض. امال سبتها ومشيت ليه؟ هتصدقني لو قلت لك معرفش. قول. في لحظة حسيت انه حلم، في لحظة تانية افتكرت ابني اللي مات، في لحظة تالتة حسيت ان ربنا بيقول لي عيش يا مختار، عيش حياتك وتبسط.
مش بس كده، ده كمان حدبه. ساعتها خفت، خفت من موت عماد. بعد الشر عليك ده، ان شاء الله هتعيش وهتربيه وهيطلع عينك وهتبقى مش عارف تعمل معاه ايه، وساعتها بقى هتندى تقول الحقني يا عماد، شوف لي حل مع الواد ده وانا ايه هظبطهولك. انا عمري ما هزهق منه ابدا. ربنا يسعدك يا رب. آه على فكره انا كلمت شيماء وقلت لها ان انت هنا جد. انا زعلانه منك يا مختار. ليه بس؟ علشان سبتني ومشيت. طيب هستأذن انا بقى، كويس اني اطمنت عليك. سلام، مبروك. الله يبارك فيك. زعلان منك. انت اللي زعلان ولا انا؟ ولا كلمه. انا اسعد بني ادم على وش الارض. بجد يا مختار؟ طبعا. عارفه اول مره من سنين طويله قوي احس اني بتنفس. بقولك ايه، ما تيجي بعد ما نتغدى ننزل نشتري حاجة البيبي؟ هو صحيح ولد ولا بنت؟ يعني قدامنا ثلاث شهور على ما نعرف. مش مهم، ولد بنت، كل اللي يجيبه ربنا كويس. شيماء، هو انت حسيتي بإيه أول ما عرفتين الحال؟ حسيت إن عايزة أجري عليك وأقول لك، وفي نفس الوقت خفت من الأفكار اللي ممكن تيجي في دماغك. سلامة، أنا اللي زعلان منك عشان فكرتي فيا بالشكل ده. معلش يا مختار، سامحني. بصي، آخر مرة هسمح لك إنك ما تثقيش فيا ثقة كاملة. تبقى عارفة إن أنا بحبك. بحبك بجد. نجوى، أنت بتفكري في إيه؟ قولي، هي ريم دي مهمة أوي يعني؟ شوفي هقول لك، ريم دي رغم انها بنت صغيره لكن معده شاطره جدا. البرنامج بتاعها بحقق اعلى نسبه مشاهده، ده غير بقى انها تقدر تبروزها وتخلي الراي العام كله معاها. طب انا عايزه اقابلها. خلاص، هي اتفقت معاهم. اتفقت معاهم؟ طب وايه المشكله؟ اتفقت معاهم وتتفق معانا. قولي لي انت عايزه ايه بالظبط؟ انت عارف ان المعداوي رجع رجاء لعصمته تاني؟ اه عارف، وده يهمنا في ايه؟ لا طبعا يهمنا، ما هي طالما رجعت للمعداوي وبتحاول كمان تصلح صورتها اعلاميا، يبقى في حاجه بتحصل واحنا لازم ناخد بالنا منها. نجوى، انا شايف ان انت واخده الموضوع شخصي شويه. خلاص، هي في طريق واحنا في طريق، طريقها غير طريقنا. استنى اما اجيب لك العصير. رجاء خلاص لقيت نفسها مش هينفع تغير المعداوي، عشان طبعا ما حدش هيبص في وشها بعد ما بقت ولا حاجه، ولا كمان تقدر تشتري حد يقف جنبها، لا بالفلوس ولا بالعلاقات. يبقى الحل ايه؟ ايه؟ هي دلوقتي مش شايفه قصادها غيرنا، صراعها هيبقى معانا احنا وبس. وبما ان المعداوي كمان ند لينا، يبقى هي لازم تفضل معاه، وعشان ترجع تاني لنفس المكانه اللي كانت فيها تبقى محتاجه قوه. قوه في راس المال اللي هي المعداوي، وقوه في الراي العام اللي هي ريم. خلاص، يبقى نضرب القوتين دول. بالظبط. بالك انت لو رجاء ناويه تلعب في ملعب تاني بعيد عننا، والله يروح لحد عندها احط ايدي في ايدها واقول لها انا معاكي، انما دي عايز تلعب في نفس الملعب. لا وكمان تجيب جون. ده بعينها يا ماما. طب كلم ريم. اوكي. طب اكل الاول؟ لا كلمها الاول. يعني كان اجوى. ما يردش ليه ده بس؟ قال
الو، ازيك يا خالد؟ انا كنت عايزه اقابلك ضروري. لا عايزه اقابلك بسرعه معلش. اوكي باي باي. ايه يا منيره بتعملي ايه؟ بعمل شاي. بتعملي معاكي؟ اكيد يعني. اتفضلي. ميرسي يا حبيبتي، تسلم ايدك. طلبت من عماد ان هو يوافق على استقالتي، قال لي ان مختار هو اللي بيقرر. طب انت عايز تمشي ليه؟ تعبانه، اعصابي تعباني، محتاجه اريح نفسي شويه. يعني عايزه قصدك تسافري حته تستريحي فيها؟ بالظبط كده. تروحي شرم؟ هي حلو، وبعدين فيها ناس نعرفها ياخدوا بالهم منك. انت فاهمه غلط على فكره. انا فاهمه صح قوي. ايه احلو في عينك يا حرام بعد ما بقى في ايد غيرك؟ هو انت عبيطه يا ليلى؟ مش عبيطه، انا فاهماكي كويس قوي، بس انا احب اريحك واقول لك ان نور مش هيرجع لك خلاص. نور خلاص بقى يحب ميرفت، شايفها مناسبه لي اكتر منك بكتير. هو انت بتتكلمي كده على اساس ان ده فعلا اللي انا عايزاه؟ ليه يعني يا حبيبتي؟ انا نور ده شلته من دماغي خالص. لا 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 يا حبيبتي، انت ما شلتوش من دماغي يا منيره. يا منيره انت ما تشيش حد من دماغك خالص، انت عماله تحشري واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، دماغك بقت قد كده وهتنفجر خلاص يا حبيبتي. عايزه مين؟ عايزه عماد، عشان عماد ده محامي كبير ومشهور ومناسب نوعا ما، وهينفعك في حاجات كتير، حتى نور الوحيد اللي حبك. كان بيتمنى لك الرضا ترضي، وكان مستني اشاره من ايد حضرتك، بس في الاخر برضه سابك ورماكي. حتى يوسف ما شلتيش عينك من عليه، بس مش عشان خاطر كنت بتحبيه، عشان كنت مستخسره فيا وبس. عملتي ايه مع خالد يا ليلى؟ ابقي سلمي لي عليه. سلملك عليه ايه؟ انا ما بشوفش خالد وما بتكلمش معاه اصلا. يا بنتي احنا مش صحاب يعني. طيب ماشي ماشي. ايه مالك اتوترتي كده ليه؟ خلاص يا حبيبتي، ما احنا كلنا عارفين ان انت الطيبه البريئه الحبوبه اللي كل الناس بتحبك، وانا الشريره الوحشه. حفظنا الموال ده خلاص، مش لازم كل شويه تفكريني ان انا اللي بجري ورا الرجاله واخطفهم منك. طب كويس انت فاكره اهو. خلاص انا مش هفكرك تاني. الآخر نحن لا نحتاج إلى شخص آخر، نحن نحتاج إلى صديق وحبيب يكمل معنا مسيرة الحياة. مهما كان بيننا من اختلاف، فمن المستحيل أن يتشابه اثنين، ومن المستحيل أن تتلاقى الرغبات كاملة، ولكن هناك من يقبل أن يعيش معي وأنا كما أنا، يوجهني ويحاول أن أكون أفضل منه، ولا يسعى إلى أن أكون نسخة منه. هذا هو الحب الذي لا يموت. ولاء حبيبة قلبي. أي بابا. في واحد عايزك بره. مين؟ أستاذ عماد.
اقول له نايمه ولا لا؟ لا تمام بعد اذنك يا بابا. ازيك؟ ما كانش في داعي تتعب نفسك. ما تقوليش كده، الناس القريبين من بعض لازم يتعبوا عشان بعض. وبعدين انت مش مجرد يعني موظفه في الشركه، لا انت شريكه في المكتب دلوقتي، ولا نسيتي؟ انا اسفه اني قلت كده يعني، وانا بصراحه بسحب الطلب ده. انا قلت كده لاني كنت عارفه ومتاكده اني هقدر ادي حاجه للمكتب، بس خلاص الحمد لله انت رجعت لمكتبك، يعني مش محتاج حد معاك. مين قال كده بقى؟ انا فاهمه ده كويس ومش محتاجه حد يقوله. لا انت غلطانه بقى، لعلمك بقى انا محامي ضعيف جدا ومحتاج مساعدين شاطرين زيك، عشان كده جيت عشان اضحك عليكي عشان تفضلي في المكتب. طب والشركه؟ انا ما عنديش مانع تفضلي في الشركه وفي المكتب، وبعدين شركه استاذ مختار دي كانها بتاعتي. انا بصراحه كنت حابه شغل في المكتب اكتر. أنا قبلت الشغل في الشركة علشان المرتب كان أحسن يعني، وزهقت من كتر مرمطة مكاتب المحاماة، بس أنا متأكدة يعني إن أنا معاك هبقى مبسوطة وهتعلم حاجة وأقدر أعمل اسم. يعني أنت موافقة؟ أه موافقة. صحيح قالوا لي إن أنت كنت تعبانة يعني، بس أنا شايف إن أنت كويسة أوي. أه أنا بس كنت تعبانة حبة كده، وبصراحة يعني ما كانش ليا مزاج أنزل، كان عندي شوية حاجات شغلاني كنت محتاجة أفكر فيها. إيه هي؟ لا ما هو مش للدرجة دي يا أستاذ عماد، دي حاجة خاصة بيا. لا لا لا، إحنا قلنا إيه بقى؟ الناس القريبة من بعض بيتعبوا عشان بعض وما بيخبوش حاجة عن بعض. لا إحنا قلنا الناس القريبين من بعض ما بيتطفلوش على بعض. ماشي. تشرب ايه؟ عندكم ايه؟ كل حاجة. اي حاجة. وتعالي هنا. بقولك ايه؟ هو انت فاهمة البيت عندي هنا لوكاندا ولا بنسيون عشان يفضل قاعد عندي؟ هيقعد عندك. ايه عافية يعني هيقعد عندي ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي مخليني مستحملك من اصله. احترم نفسك وبعدين اهدى بقى، احنا داخلين على التقيل. احنا هنقعد عندك يومين تلاتة كده لحد ما نلاقي شقة. بعدين جرى ايه يا هنوش؟ هو احنا مش كنا متفقين ان احنا هنقف جنب بعض في ظهر بعض لحد ما كل واحد فينا يعوض اللي خسره؟ متقلقش واتنح قوي كده، مش هنقعد عندك كتير. والله انا ما عارف ايه اللي مخليني مستحملك كده. عوية عوية. ايه حبيبي في ايه؟ خير؟ ايه؟ مالك؟ مالك زعلانة كده يا حبيبتي؟ لا ابدا انا كويسة الحمد لله. طيب قولي لي عمل معاكي ايه الكلب دوت؟ عمل معايا كتير قوي فوق ما انت متخيل. معلش. على العموم نهايته قربت، هشوفي يا رب يا خالو يا رب هشوفي. مختار ما ردش عليك؟ قافل تليفونه. طب تاخد رأيي؟ لا مش يمكن اقول لك على حاجة انت مش واخد بالك منها؟ انا مش عايز اخد بالي من اي حاجة، أنا بس عايز أثبت للهبل دول إن المعداوي قادر يلعبهم. عايز أبوظ لهم المخطط اللي هم بيعملوه، اللعبة اللي بيلعبوها. لازم يعرفوا إن أنا لسه قادر ألعب كويس. على فكرة أنا مش جاي أتكلم معاك في شغل خالص، أنا جاي أقول لك حاجة تانية. أنت جدع قوي يا معداوي، وأنا غلطت فيك وغلطت في تقدير علاقتي بيك. أنا عايز أبقى معاك، مش عايزة علاقتي بيك تبقى بالشكل اللي هي عليه دلوقتي. يعني ايه مش فاهم؟ أنا مش هقولك نحب بعض عشان أنا وأنت ما نعرفش يعني ايه حب،
مش عشان حاجه والله، بس انا وانت الحياه اللي عشناها اخذت مننا كل حاجه حلوه. ايه الكلام الكبير ده؟ مش كلام كبير ولا حاجه، انا بس بعد ما بقيت لوحدي سمعت صوفيا وخالد قالوا لك ايه وفكرت في كلامهم وسالت نفسي انا فين من الدنيا دي، الناس بتبص لي ازاي. لقيتك انت واقف جنبي بتمدلي ايديك، حسيت ان ربنا بعت لي اشاره عشان ابتدي من اول وجديد. لا انا ما مديتش ايدي، انت اللي جيتي. وبعدين لما مديت ايدي ليكي ما كانش حب يعني، ولا عشان انت صعبتي عليا، لا انت فاهمه. انا عارفه انك عايز تقول ان انا جيت لك زحفه، بس ده مش عيب، بالعكس ده حماني، حماني وخلاني عايزه ابتدي من اول وجديد. مش قادر اصدقك، لكن على العموم ادينا مع بعض. انا محتاج لك، محتاج واحده ست في حياتي، عشان انا ما اقدرش اعيش لوحدي. وعشان اكون منصف بقى، نسيب الدنيا هي اللي تحدد علاقتنا ببعض. طب لو الدنيا عايزانا نبقى مع بعض ارجوك ما تقولش لا. الدنيا، الدنيا دي غريبه قوي، لما كنت محتاج لها ادتني ظهرها وطلعت لسانها وشاطتني زي كرة الشراب، ولما بقيت مش محتاج لها بقت تطبطب عليا وتبوس راسي. عشان كده انا مش عايزك تأمن لها ابدا. انا عمري ما امنت للدنيا، بس كمان عمري ما حد اداني الامان.